بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل مشرفي السلام والصحة المهنية، مرحبا بكم اليوم في محاضرة جديدة من محاضراتنا تحليل أو في تسويق السلام والصحة المهنية. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حنواصل في شرحنا للمفاهيم الرئيسية والأساسية لنظام إدارة السلام والصحة. والمفاهيم يا شباب ذكرنا قلنا هي أسس، عندما نكون نظام بتاع سلام وصحة مهنية بنحتاج لها. في الكتاب أو عندكم في المنهج مذكور 12 تقريبا بند أو 12 أساس حواصل فيهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أكيد الأمر أوسع من كده، ولكن إن شاء الله حتغير بشيء الموجود عندكم في المقرر. تكلمنا عن التزام القيادة العليا، قلنا لا بد إنه القيادة في كل مكان هي الجهة اللي لا بد تكون عندها القناعة والإيمان التام بأهمية السلام والصحة المهنية، وهي اللي يعتمد عليها بعد الله سبحانه وتعالى في وضع الأهداف، وهي اللي يعتمد عليها في وضع الاستراتيجيات اللي يكون عبارة عن فن التخطيط، وكذلك هي اللي يعتمد عليها في وضع السياسات والإجراءات وغيرها من الأشياء. صحيح في تيم آخر حيتشارك العمل مع الإدارة العليا، ولكن لما يكون في إدارة عليا تؤمن بأهمية السلام والصحة المهنية بيتعكس الشيء ده إيجابا على باقي المؤسسة. طيب تكلمنا على الأهداف وضربنا مثلا على سبيل المثال، قلنا ممكن يكون هدف المؤسسة إنه تقل أعداد الحوادث والإصابات في بيئة العمل بنسبة مثلا 50% أو بنسبة 100%، ده الهدف. بمعنى آخر جعل بيئة العمل سالمة وآمنة. محتاجين من وقت لآخر نقيس أنفسنا من الهدف، هل نحن ماشيين في الطريق الصحيح أم في الطريق الخطأ، هل حققنا الهدف ولا ما زلنا بعيدين من الهدف. دي كل أشياء تأتي بعد اتباع من خلال عملية الإشراف والرقابة والتدقيق والمتابعة. طيب قلنا الاستراتيجيات اللي هي فن التخطيط، والتخطيط قلنا هي عملية وضع السياسات والإجراءات اللي من خلالها بننفذ نظام إدارة السلام والصحة المهنية. وفي النماذج شرحنا نموذج عبارة عن template format بنضع فيها نموذج، نقول النموذج ده يتبع. قلنا من أهمية النماذج هي عملية إنه يكون في يعني نهج واضح للإجراءات، بحيث إنه لو عملت 4 أو 5 أو 27 إجراء حتى ولو عملوا أشخاص مختلفين في النهاية حيتبعوا نفس النموذج. وكذلك قلنا النموذج يساعد في عملية التنظيم نفسها، والتنظيم هو الترتيب وتجويد العمل بالشكل الأفضل وفق الخطة والأهداف. التوثيق قلنا إنه ما تم الاستفادة منه أو وضعه كنماذج يعتبر نفسه كوسائل بتاع التوثيق. وعلى سبيل المثال عندما أسألك أقول لك أنت عملت الانسبكشن أو التشيك أو الفحص للموقع يوم الأحد الماضي، هتقول لي نعم. هقول لك وين التقرير، هقول لك التقرير، بالتالي دي عبارة عن وثيقة document. ثم وقفنا في ذات المخاطر وتكلمنا عنها وعرضنا الخمسة الهرم المكون من 5 أشياء متعلق بإدارة المخاطر، ولعله دخلنا في الإشراف والرقابة وممكن نرجع الآن نواصل من إدارة المخاطر بحكم إنه قد نحتاج نربطها مع ما سبق من المعلومات. هنا يا شباب لما تكلمنا عن إدارة المخاطر قلنا لا شك في أي موقع نحتاج إلى تقييم المخاطر، والتقييم هو عمل متواصل، ما عمل بيتم مرة واحدة وبينتهي، لأنه معلوم في المواقع يا شباب من وقت لآخر نحن بنضيف، مثلا بنضيف مهام إضافية أو نستبدل مهام بمهام أخرى أو نستعمل معدات خلاف المعدات السابقة. دي كلها وسائل ممكن ينتج منها خطر، وبالتالي نحتاج إلى تقييم وتحديد المخاطر في بيئة العمل حتى نقلل من مستوى الخطورة بتاعتها ونتم الأعمال بشكل آمن. وذكرنا يا شباب قلنا دي عبارة عن سموها hierarchy of control اللي هي هرم التعامل مع المخاطر، وقلنا أكثر فعالية بيبدأ من أعلى. نحن الأولى عندما نتعامل مع الخطر نعمل له elimination، نزيل الخطر إن أمكن. عندنا مثلا جهة ما نحتاج إلى استعمال أسلاك كهربائية مكشوفة، وجود الأسلاك الكهربائية المكشوفة قلنا يؤدي إلى خطر، الأولى نزيل هذا الأمر. إذا أمكن نستعمل جهاز يتعامل بالطاقة الشمسية أوكي، إذا أمكن نستعمل الأسلاك بشكل مختلف توصيلة أخرى تكون الأسلاك خارج مكان تواجد العاملين يكون كلام أجمل، وهكذا يعني نزيل الخطر تماما. إن ما استطعنا من إزالة الخطر تماما نعمل له حيام سموها mitigation
او سبستيوشن يا شباب، نستبدل بخطر اخر او بس نستبدل الماكينه اللي ذكرناها قبل بماكينه اخرى اقل خطوره، لانه اصبحنا محتاجين لها يعني لا يمكن الاستغناء عنها. كذلك تكلمنا عن الانجينيرنج كنترول، يمكن التحكم هندسيا في الماكينه، ممكن تسبب لنا خطر او اي شيء ممكن يسبب لنا خطر، مثلا عزل في مكان معين، وضع كفر او بروتكشن او حمايه للعاملين من قبل عزل الجهاز، او اذا كان في ضوضاء عاليه نعمل جهاز يقلل الضوضاء في الجهاز او في الماكينه وهكذا. الوارنينج قلنا هي ممكن تتبع الانجينيرنج كنترول نفسها وتكلمنا عنها من جانب، ثم نجي بعد ذلك على الادمنستريشن اللي هو جوانب اداريه تساعد في التحكم في المخاطر، ودي ممكن تكون مثلا تقليل وقت تعرض العامل الى الماكينه او التعامل مع الماكينه. ممكن كذلك يا شباب تستبدل او ندرب العامل على المخاطر المتوقعه، نعدل في زمن الشفتات بحيث انه يتناسب مع طبيعه العامل ويقلل من المخاطر، من اي امر اداري، التدريب، تهيئه مكان العمل، دي كلها امور ممكن تساعد في تقليل الخطر. اخر شيء يمكن الاستفاده منه والاعتماد عليه بعد في الهرم هو وسائل الحمايه الشخصيه اللي هي البي بي. يبقى هي خمسه اشياء: اليمنيشن، ازاله الخطر ان امكن، ميتيجيشن او سبستيوشن استبدال الخطر بخطر اقل، انجينيرنج كنترول التحكم في الخطر هندسيا بعزله او تقليل او كذا، ثم ادمنستريشن اللي هي اداريا ندير الموقع او بيئه العمل بحيث انه يقل الخطر العامل في تعرضه لل او يتم وقت تعرض العامل للخطر او بشكل ما، ثم البي بي اللي قلنا وسائل الحمايه الشخصيه. وشرحناه بشكل امامك: اولا التخلص من الخطر، ثم تقليل الخطر، ثم السيطره عليه هندسيا، ثم السيطره عليه اداريا، ثم وحدات الحمايه الشخصيه زي ما ذكرت قبل قليل. بدينا في الاشراف والرقابه وعرضنا نموذج يتعلق بالاشراف والرقابه، قلنا هي تهدف الى مراقبه سير العمل وانه كيف الاداء ماشي. من احنا كبير وضعنا خطه، القياده العليا وضعت اهداف ووضعنا لها طريقه استراتيجيه معينه وخططنا لها، فعاوزين الان نتاكد انه العمل يسير وفق ما تم التخطيط اليه، حتى انه اذا كان في اي خطا او اي خلل نقوم باجراء تدابير تصحيحيه نصحح بها الخلل ان وجد، وتدابير وقائيه نمنع حدوث الخطا مره اخرى في مقبل الايام. دي كلها قلنا نماذج لعمليه مراقبه وسير العمل. التدقيق والمراجعة، وهي الجزئية الأخيرة شباب اللي هيتكلم عنها الآن كواحدة من الأسس والمفاهيم الرئيسية في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. طيب لما أنا يكون عندي مؤسسة على سبيل المثال شركة أو مصنع أو أي كان، وعملنا لها نظام وحددنا الأهداف وعملنا عملية تنظيمية وخططنا وعملنا الأمور دي كلها، نحتاج إلى مراجعة شاملة للسيستم بتاعنا. والتدقيق عنده نوعين صراحة، وإن كان نحن الآن ده ما زمن الاستفادة فيها ولا مكان الاستفادة فيها، ولكن فقط للإشارة، في تدقيق داخلي، تدقيق داخلي بيتم في داخل بيئة العمل ويتم من قبل أناس في داخل المؤسسة، بنسميها internal audit، عملية بتاع التدقيق داخلي يقوم التيم الموجود في بيئة العمل اللي هو إدارة السلامة والصحة المهنية الداخلية في المؤسسة، تقوم بمراجعة شاملة لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية في كل الأقسام الموجودة في المؤسسة. وفي تدقيق خارجي اللي هو بيجي مراجع خارجي من شركة أخرى عشان يؤكد لنا إنه نحن ماشيين صح. فبالتالي التدقيق بنوعين سواء كان داخلي او خارجي يساعد على التقييم المستمر للاداء وفاعليه الاداء ويؤكد لنا ان احنا هل ماشيين بالشكل الصحيح ام بشكل الخطا. طبعا اذا كنا ماشيين بالشكل الصحيح هنستمر بالشكل الصحيح وكذلك نحسن الاداء بشكل مستمر، واذا كنا ماشيين بشكل خطا نحتاج الى معالجه عدم المطابقه الموجود في بعض الاجراءات حتى نصل الى عمليه المطابقه، نقول احنا الان عملنا ده مطابق للخطه اللي وضعناها وبالتالي حنستمر عليها. وعشان نربط يا شباب الجزئيه دي مع الجزئيه التاليه، انا عندي كيس هعرضها الان بتورينا
مسألة لها علاقة بتقييم المخاطر، واللي بتقودنا إلى الإشراف والرقابة وبتقودنا إلى التدقيق في المراجعة، وتعتبر كذلك واحدة من أهم وسائل التدريب. تعالوا نشاهد الكيس ونستطيع نربط ما مضى مع ما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى، ونكون استطعنا ربط المعلومات كلها مع بعض. شاهدوا معي الكيس يا شباب، قلنا متعلقة بعملية تقييم المخاطر. Risk assessment simply means looking at each specific task and considering what is the safest way to complete it. This helps us become aware of the hazards involved in doing the job and taking action to prevent injury. As a building or construction worker, you are obliged to ensure you only carry out construction work you are competent to do. Report significant risks. Cooperate with others and coordinate work to ensure the health and safety of you and your co-workers. Ensure you notify a supervisor of accidents and near misses. And follow site health and safety rules and procedures. The aim is to develop a safety culture, communicating methods of work and ensuring everyone knows how to work safely every day. Before starting a task, it is essential to think of what is the safest and best way to do it. Documenting this helps in assessing the risks. There are 5 steps to completing a risk assessment. Document the activity. Assemble those involved in the activity and write down the tasks step by step. Identify the significant hazards. Next to each task, identify what part may cause injury to those doing the work or to anyone else nearby. Document the control measures. For each identified hazard, list the measures that need to be put in place to eliminate or minimize any likely risk of injury to those involved. Identify who is responsible. Document the name of the person responsible for implementing the control measure. And finally, monitor and review. Make sure the activity is supervised to ensure the documented process is being followed. The documentation should be reviewed whenever an activity changes, when there is a change of personnel, or after an appropriate length of time. This documentation provides a written record of the procedures to be used on a task. As it is a record that can be used in court, it should be signed off by the parties who have responsibility for the tasks. When risks are identified, control measures can be implemented and followed. These measures are known as the hierarchy of hazard controls. You must address each hazard with a solution from the hierarchy in the following order. Firstly, elimination, substitution, isolation, engineering controls, administrative controls, and personal protective equipment. Always address the hazard from the top down until the risk is eliminated or controlled. These control measures are often used in combination with each other. A hazard is something which, in context, has the potential to cause harm. A useful way to categorize hazards is to identify them as physical, chemical, electrical, and biological. Then look at each work area to see if any of these apply. A more direct way to consider hazards is to look for scenarios that might occur. Some common construction-related hazards are falling from heights, trapped by something collapsing or overturning, and being struck by a vehicle. These hazardous situations are likely to cause sudden and acute injuries. There are other hazards that may cause chronic long-term harm that must also be identified, such as contact with harmful substances, dust and fumes, exposure to noise, and vibration from handheld tools. However hazards are identified, it is almost certain that for any one activity, there will be many hazards. Each one has to be risk rated, as each will need to be covered by the range of control measures adopted.
When you are risk assessing, you need to record your findings in a systematic way, showing a proper check has been made of the inherent hazards and the risk rating for each. You must also factor in other activities that are carried out concurrently. These other activities might create hazards or make the risk of some greater. In a full assessment, these other activities must be taken into account. While companies might issue guidelines for common activities, you must also conduct site-specific hazard identification. طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس لخصت لنا أغلب ما مر من الكلام من خلال شرحنا، عشان أنا عاوز أربط المعلومات اللي فاتت مع المعلومات القادمة، وبينت لنا أهمية التدريب. طبعا معروف يا شباب بيئة العمل قلنا فيها من المخاطر، ونحن الآن مثلا على حسب كلامنا بصدد وضع نظام إدارة سلامة وصحة مهنية في المؤسسة، ونحن يا شباب ما نسينا الآن هدفنا توعية الجهات الأخرى، سواء كان مدراء المؤسسات أو سواء كان مدراء الأقسام أو مدراء الشركات أو الملاك أو مدراء الأقسام أو العاملين عموما، بأهمية السلامة والصحة المهنية، لأن المادة بتاعتنا تسويق السلامة والصحة المهنية. فنحن الآن بنقوم بواحدة من أهم الأدوار، إنه نستطيع نشرح ونعكس وننقل لثقافة السلامة المهنية، ثقافة السلامة والصحة المهنية، من خلال توضيحنا لمفهوم نظام إدارة السلامة والصحة المهنية. ونحن الآن بنشرح، ذكرنا 12 قسم من أقسام أو 12 من الأسس اللي يقوم عليها نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، بدينا من القيادة العليا لحد ما وصلنا في التدقيق والمراجعة. فعاوزين نربط الكلام ده مع بعض. طيب قلنا أي بيئة عمل يا شباب فيها مخاطر، فنحتاج إلى تقييم المخاطر، ودي الجزئية تكلمنا عنها قبل شوية. هنا تقييم المخاطر هو عنده شكل معين بيناه، نأتي بيئة العمل نحن، ولا شك من يقيم المخاطر هم أناس عندهم خبرة في السلامة والصحة المهنية، يستطيعوا يقيموا المخاطر في بيئة العمل، مخاطر كهربائية، مخاطر كيميائية، مخاطر ميكانيكية، مخاطر لا علاقة بين، طبعا المخاطر الميكانيكية ممكن يكون لها فيها ضوضاء، مخاطر لا علاقة بالإشعاع، أيا كان نوع المخاطر شو. ثم قمنا بعد ذلك نشوف مدى تعرض العامل للمخاطر، ونأتي في بيئة العمل ونبدأ نقيم الأشياء. طيب تقييمنا للمخاطر يا شباب هو ليس فقط من باب التقييم، وإنما يساعدنا في نقل التوعية من ناحية لجميع العاملين، نوعيهم بالمخاطر الموجودة في بيئة العمل، ونلزمهم باستعمال وسائل الحماية الشخصية. ولكن قلنا من قبل لا بد إذا نحن كجهة نساعد أو نجتهد في إزالة المخاطر إن أمكن. على سبيل المثال أنا لا أستطيع إزالة خطر الكهرباء لأنه أحتاج للكهرباء في مواقع العمل، في الحالة دي يمكن استبدالها أو يمكن توصيلها بشكل آمن، وضعها بشكل آمن، التعامل معها بشكل آمن، شايف الآن تدريب العاملين على العمل بها بشكل آمن وهكذا، بحيث أنه نستطيع نقلل الأشياء، كذلك نستعمل الماكينات اللي ممكن يكون فيها بروتكشن عالي. ثم في تقييم المخاطر يا شباب بيساعدنا احنا الان دي وسيله لي عمليه التوثيق يا شباب، ده الان نموذج، الشخص الان شاف فورم، الفورم دي عباره عن نموذج من النماذج تم تصميمها بناء على الخطط اللي وضعناها، انه مثلا اذا جيت تنفيذ عمل معين، مثلا عاوزين نعمل سجاله سكافولد، اذا عاوزين نعمل سكافولدنج في الموقع نحتاج اولا الى التاكد من خطوات معينه، الهدف من هذه الخطوات هو حمايه حصول اصابات أو حماية أنفسنا من المخاطر اللي قبل قيمناها وظهرت لنا مع عملية الاسكافولدينج أو غيرها. وضعنا في شيك ليست اللي هي ورقة بشكل سميناه نموذج، الأشياء اللي فرضت تتأكد وتحقق من إنه تمت مراعاتها أثناء رفع السجارة، أو تمت مراعاتها أثناء التوصيل الكهربائي أو هكذا. بيجي الشخص الآن يتحقق من المسألة، ويعتبر الأشياء اللي يتحقق منها هي نفسها عبارة عن عملية بتاع التوثيق في حد ذاتها، هي نفسها تساعد في تقييم، أو قلنا كعملية بتاع التوثيق نحتاج لها لاحقا، وقلنا كذلك نحتاج إلى مراجعة جميع بيئة العمل لإدراك المخاطر والمشاكل اللي ممكن تواجهنا. كذلك قلنا بعد ذلك يا شباب نحتاج إلى يكون عندنا سياسات، قلنا عبارة عن أمور نحتاج لها في فن الخطط، والسياسات يا شباب تقوم على مفاهيم ومعايير عالمية تتعلق بالسلامة والصحة المهنية، والإنسان من الطبيعي أنه يستفيد من سبقه من الخبرة.
ثم شباب بعد ذاك تكلمنا عن انه قلنا الان شايف يا شباب ده الان له علاقه بالمخاطر ولا له علاقه بالمراجع، انه انا عاوز اجي اراجع المؤسسه بشكل عام، هل الناس دي مطبقين الاشياء اللي ذكروها قبل ولا في عدم التزام بالحاجه دي، واذا في تطبيق مدى التطبيق، واذا في عدم تطبيق ما هو كميه عدم او مستوى عدم التطبيق، وكيف يتم المراجعه، واذا كان في مخاطر او اخطاء كيف نتعامل معها، وهكذا. ثم اتينا شباب بعد ذلك قلنا لابد من الجانب اللي له علاقه بالتدريب، ولا بد من توجيه الناس، ولا بد من ادانا الان الهرم اللي فيه خمسه المتعلق بالمخاطر، وهرم تكون من خمسه اشياء. بدات الشباب بشايف الان رتب لك ترتيب جميل جدا، هذه المخاطر الخمسه تكلمنا عنها قبل، او دي امور التعامل مع المخاطر، اليمينيشن، سبستيوشن، وايسوليشن. ممكن تكون الايسوليشن ممكن تكون تبع الانجينيرنج كنترول، ادمنستريشن، بيرسونال بروتكتيف اكويبمنت، تكلمنا عنها ما في الكفايه الحمد لله. بعدها شباب شو مثلا الان ده خطر، المفترض احنا شباب كان نقيم الخطر ده حتى لا نترك العامل يدخل في الموقف الحرج ده. وبالتالي يا شباب ده مفهوم او ملخص للاشياء اللي تكلمت عنها ال 12، ثم يدفعنا لجانب التدريب. طالما نحن تعرفنا على المخاطر الموجوده في بيئه العمل، من المنطق انه ندرب العاملين لتجاوز هذه المخاطر. هما ممكن تتغيم المخاطر وتعرف حجم المخاطر وطبيعه المخاطر، لكن لما نجي في امر الواقع لا تدرب العاملين على تجنبها، بالتالي ما في فائده حقيقيه من المخاطر. فانت لما تعرفت على المخاطر كان لابد منك تنقل الاشياء للاخرين حتى يعرفوا الامر وتدرب الاشياء عليه، وهكذا. ان شاء الله حنتكلم عن التدريب بعد شوي. فدي كلها شباب امور شوف الان، مع انه ده صراحه مش في سلامه وصحه مهنيه، لكن مش شايف الان ما انتبه. اولا لانه قد يكون لابس سيفتي شوز ما 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 تتناسب، او هو ما لابس سيفتي شوز اصلا، لابس جزمه لا علاقه جزمه رياضيه او كذا، فما مناسب مع واقع العمل اصلا. ده شخص الان سيتعامل مع مواد كيميائيه، استعمل معاها بلفظ ما هو المخصص لها، فانعكس على سن شق اصيب يده بمواد كيميائيه، ده ممكن يؤدي الى اصابه او ممكن يؤدي الى سرطان مع من الزمن الى اخره. ده شخص كذلك ما يعرف يتعامل مع الكهرباء بالشكل الصحيح. فدي كلها امور تحتاج الى تدريب وتحتاج الى تنسيق وهكذا. فيبقى شباب ما تكلمنا عنه سابقا الان يتم ترجمته على ارض الواقع، بانه نحن نعكس كل المخاطر اللي واجهتنا اثناء تقييم المخاطر في العمل، ندرب العاملين على تجنبها وتجاوزها حتى لا يقعوا في الخطر. زي ما شايفين امامنا الان شخص لم يتدرب بالشكل الصحيح فلم يدرك الخطوره، فالان ممكن الاصابه دي يا شباب تؤدي الى انه يصاب بكسر في السلسله الفقريه، او يصاب بقضروف مرض مزمن. ده الان الشخص يعني يقوم بعمل حفريات وما عمل بالشكل الصحيح، فالان التراب ينسكب عليه ممكن يؤدي الى قتله الان، وهكذا. شايف الان ده شخص ما منتبه وهكذا، فتعرض الى اصابه ب ودي كلها اصابه مميته تماما. فالاشياء دي يا شباب بخطورتها نحتاج الى تدريب العاملين عليها ليتجاوزوا المخاطر. طيب كده يا شباب الان حننطلق الى الجزئيه المتعلقه بالتدريب، وهي جزئيه مربوطه مع ما سبق. عندما وضعنا نظام لاداره السلامه والصحه المهنيه، ونحن الان وصلنا اخر المعطيات في النظام اللي هو التدقيق والمراجعه، طبعا يا شباب ده وفق المنهج لانه الامر اوسع من كده. ننتقل الان الى التدريب، وهي واحدة من أهم الأشياء نحتاج لها حتى ننقل وننشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، أو الوعي بالسلامة، بأهمية السلامة والصحة المهنية، والتدريب نفسه على فروع وأنواع. طيب أولا يا شباب لو أخذنا من باب المسؤولية، بنلقى أنه الجهة المسؤولة بشكل مباشر عن التدريب المتعلق بالسلامة والصحة المهنية هي إدارة السلامة والصحة المهنية، اللي هم نحن مسؤولين بتدريب العاملين في المنشأة على التعرف على مخاطر السلامة والصحة المهنية، تجنب الوقوع في الحوادث، وبالتالي تجنبها يعني شباب تفاديها قبل وقوعها ومعالجتها إن وقعت، حتى نقلل من آثارها ونضع الإجراءات الوقائية لتجنبها مستقبلا، وغيرها من الأشياء المفترض نقوم بها نحن في قسم إدارة السلامة والصحة المهنية. والتدريب يا شباب قلنا كل عامل في المؤسسة لابد يخضع للتدريب قبل العمل وأثناء العمل ومن وقت لآخر في أثناء ممارسة العمل، وخاصة لو كان انتقل من مكان إلى مكان آخر. يبقى باختصار حندرب العاملين في المؤسسة على نوع المخاطر الممكن يواجهوها
في بيئة العمل وكيف يتفادوها ويتجنب وقوعها أصلا، وإن وقعت كيف يتعاملوا معها بشكل يتناسب مع إجراءات السلامة والصحة المهنية. والتدريب نفسه يا شباب أنواع، في تدريب اسمه تدريب التوظيف، والآن بتشاهدوا لما أجي شركة تفتح وظيفة بتضع شروط، مثلا عاوزين الشخص اللي يقدم الوظيفة دي يكون هو مثلا حاصل على شهادة كذا وكذا، عنده خبرة في كذا وكذا، يبقى هو أصلا كان حاصل على بعض الشهادات اللي لا بد منها حتى يقدم أو ينضم إلى بيئة عمل ما، وده يسمى تدريب التوظيف. قال هي الدورات التدريبية التي يجب على المتقدم للوظيفة الحصول عليها قبل ما يبدأ يقدم الوظيفة. مثلا أنا الآن عندي وظيفة بتاع سلام وصحة مهنية، أشترط على من يقدم الوظيفة يكون مثلا حاصل على دبلوم سلام وصحة مهنية، ومثلا حاصل على دورات كذا وكذا، ده كشرط قبل ما يلتحق معي بالعمل. في تدريب آخر بعد ما تم تعيينه في بيئة العمل وخلاص الآن مثلا التحق بمؤسسة ما، في المؤسسة نفسها لابد أن يخضع أولا إلى تدريب. أول ما تم تعيين الشخص في مؤسسة ما لابد أن يتدرب ويتعرف على نوع المخاطر الموجودة في المؤسسة، وبالتالي قال التدريب قبل بدء العمل قال هي تدريبات التي لها الأولوية وترفع من كفاءة العاملين وتساعدهم في تنفيذ العمل. ويا شباب يجب وضعها والتخطيط لها قبل تعيين العامل، من الأهمية بمكان، أو قبل أن يبدأ العمل والعامل العمل ويزاول العمل. مثلا تم تعيينك في موقع إنشاءات كمشرف سلامة وصحة مهنية، وتم اشتراط شروط سابقة تتوفر فيك، توفرت فيك الحمد لله أنك أنت دارس دبلوم سلامة وصحة مهنية وعندك خبرة إلى آخر، أول ما التحقت بالمؤسسة دي تخضع إلى تدريب في داخل المؤسسة من قبل تيم السلامة والصحة المهنية قبل مزاولة عملك، حتى هنا تتعرف على نوع الأخطاء والمخاطر. طيب بعدها نأخذ بعض المسائل اللي لا بد أن نراعيها في أمر التدريب. طيب التدريب يا شباب من الأهمية بمكان يكون جزء منه أو كله في موقع العمل، حتى يتعرف العامل على نوع المخاطر في أرض الواقع. وكذلك من المسائل المهمة المتعلقة بالتدريب إنه شباب نتأكد إنه تم بكفاءة توصل المعنى المطلوب وتدرب العامل على الغاية المطلوبة والتأكد إنه استوعب المطلوب منه. وفي التدريب شباب دائما نحاول ننقل ثقافة السلام والصحة المهنية عند الآخرين حتى يدرك إنه الأمر ليس هو مهمة شاقة وصعبة عليه، إنما الأمر هو من باب الدين إنه الإنسان يحافظ على نفسه وعلى غيره. ودائما ما ننسى شباب الله سبحانه وتعالى من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن الحكمة بمكان إنه عندما نعين موظفين جدد في المؤسسة ويبدو بمزاولة العمل نضعهم تحت إشراف من هم أقدم منهم وعندهم خبرة أكثر حتى يتعلموا منهم، وده شباب بيديهم الملكة تدريجيا، يديهم الثقة في النفس ويشاهدوا أمامهم كيف من قبل ما يتعامل مع الأمر فيكسبهم ثقة ويكسبهم خبرة، بعد ذلك نستطيع أن نحن لكن لهم المهام لاحقا. كذلك نحتاج إلى اجتماعات أو بسموها يعني مناقشات قبل بداية أي وردية، بسموها tool box talk، هنا معرفنا كتبدي اجتماعات بداية ورديات العمل. دي كلها مسائل شباب تساعد في التدريب العام بشكل صحيح ونقل المعرفة للعالم بشكل صحيح وتوعية العامل بنوع المخاطر الممكن يواجهها في بيئة العمل وكيف يكون العامل مسلح بالمعرفة وعنده ثقافة السلام والصحة المهنية ويستطيع يكون الآن مصدر آمان لنفسه ولغيره بدل ما يكون مصدر خطر لنفسه ولغيره. نكتفي بإذن الله سبحانه وتعالى بالغد يا شباب في المحاضرة دي، وإن شاء الله في المحاضرة التالية بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل في الأمر.